السلام عليكم، أنا سامي مشتهى وبرحب فيكم في جولة. جولتنا لليوم رح تكون مع مجموعة من التقنيات العسكرية اللي أعلنت عنها الدول خلال الفترة الماضية. إذا كنت من محبي متابعة التطورات العسكرية تابع الفيديو، وإذا كنت ما بترغب هالنوع من الفيديوهات بنصحك كمان تتابع حتى تكون على معرفة لوين وصل العالم في مجال التطور العسكري. لكن قبل أن نبلش لا تنسوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي. تعمل روسيا في السنوات الأخيرة على مشاريع لتطوير مركبات ومعدات حديثة ومتطورة لاستخدامها في مهمات الإنقاذ مستقبلاً، وتستعرض دائماً عدة نماذج لمركبات إنقاذ وروبوتات حديثة تعمل على تطويرها لاستخدامها في مهمات الإنقاذ في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية. الفنيون والمهندسون الروس يعملون حالياً على تطوير مركبة إنقاذ برمائية مجنزرة قادرة على العمل في أصعب التضاريس والأماكن المغمورة بالمياه، وإن هذه الآلية ستكون مجهزة بأذرع آلية لتسهيل عمليات الإنقاذ، فضلاً عن أنها ستحصل على معدات وخراطيم لإطفاء الحرائق ومضخات لتفريغ المياه من الأماكن التي قد تغمرها الفيضانات. وهذه المركبة اجتازت اختبارات القبول المطلوبة وتم ترشيحها لتعمل كمركبة إنقاذ لصالح الوزارة في روسيا. ونوه الخبراء بأن وزارة الطوارئ الروسية تناقش حالياً عدة مشاريع لتطوير طائرات مسيرة متعددة المهام تستخدم في عمليات الإنقاذ، وتطوير عدة تقنيات للحماية الإشعاعية والكيميائية ومعدات ورافعات جديدة لخدمات الطوارئ. ستغير موازين القوة، تركيا تطور دبابات صغيرة مسيرة. يأتي إنتاج المركبة في إطار زيادة استخدام الأنظمة المسيرة في مجالي الدفاع والأمن تدريجياً، وازدياد الحاجة إلى أنظمة مسيرة ذكية للقيام بأنشطة الدفاع والاستطلاع والمراقبة والدعم اللوجستي بشكل سريع ومؤثر دون تكبد خسائر في الأفراد، خاصة في ظروف الحرب غير المتكافئة. المركبة المسيرة الجديدة التي تعمل شركتا أسيليسان وكتمار جيلير على إنتاجها تتمتع بخاصية التحكم عن بعد والقيادة الذاتية، وستقدم بموديلات كهربائية وهجين، وهي ذات بصمة حرارية منخفضة، وتتمتع المركبات بنظام تعليق وسير تمت تقويته، إضافة إلى القدرة على العمل بكفاءة على مختلف الأراضي والطرق. وستتمتع منصة التحكم في المركبة بالقدرة على القيادة بثبات في مختلف الظروف حتى في أثناء هبوط المنحدرات بزاوية تصل إلى 60 درجة، والقدرة العالية على إطلاق النار والتنقل بسرعة، إضافة إلى القدرة على استخدام الدرع ومختلف الأنظمة. وستتم زيادة مدى التحكم بالمركبة المسيرة ليصبح غير محدود بربطها بنظام القمر الصناعي، وستتمكن المركبة المسيرة من القيام بمفردها بدوريات على الحدود ورسم خرائط للمناطق التي تسير بها وإبلاغ المركز بمعلومات عن المنطقة المستطلعة والأهداف التي رصدتها. وستعمل أيضاً من خلال نسختها المطورة على رصد وتدمير الأهداف أوتوماتيكياً بدمجها في نظام تسليح سارب الذي طورته شركة أسيليسان، ويمكن التحكم به عن بعد أيضاً. تعتبر دبابة سبورت الروسية أفضل دبابة في العالم ضمن الدبابات البرمائية، وقد صورت الشركة المصنعة لها فيديو يسلط الضوء على إمكانات هذه الدبابة ومظهرها الخارجي ومكوناتها الداخلية، فلنشاهد. يذكر أن دبابة سبروت الروسية الخفيفة قد خضعت للاختبارات الحكومية، وسيتخذ بعد انتهائها قرار بإنتاجها على دفعات. جدير بالذكر أن الدبابات البرمائية تنتج في عدد من البلدان، وهي مدرعات خفيفة مزودة بمدافع صغيرة العيار، وتعجز غالبيتها عن عبور موانئ مائية كبيرة والبقاء على سطح الماء لمدة طويلة. أما دبابة سبروت الروسية فقادرة على البقاء في الماء لمدة طويلة، ولديها مدفع عيار 125 ملي، شأنها شأن الدبابات الثقيلة. وهذه الدبابة قابلة للإنزال جواً، وقد بدأ الجانب الهندي محادثات توريدها في يوليو الماضي. يذكر أن الأمريكيين يحاولون على مدى 4 عقود تصميم دبابة خفيفة جديدة يمكن أن تحل محل دبابة M551 التي انتهى عمر استخدامها في الجيش الأمريكي، لكن كل النماذج فشلت في التفوق على الدبابات الخفيفة الروسية.
شهدت مناورات قوقاز 2020 العسكرية الروسية أول تجربة لإنزال عربات الإنزال القتالية الروسية الحديثة BMD جواً، وجرى الإنزال الجوي لعشر عربات مأهولة من هذا النوع من طائرات النقل العسكرية الروسية المحلقة فوق ميدان التدريب الروسي. استعرضت العملية الناجحة لإنزال عربات القتال المأهولة جواً بواسطة مظلات MKS 350 قدرة أفراد طواقمها على دخول الاشتباك إثر هبوط عرباتهم على الأرض. وقال رئيس شركة أنظمة الروبوتات إن BMD-4M عبارة عن دبابة خفيفة بوزن 13 طناً و600 كيلوغرام تزود بمدفع عيار 100 مليمتر القادر على إصابة الأهداف على مسافة حتى 7 كيلومترات بسرعة الرماية 10 طلقات في الدقيقة، ما يسمح لها بخرق دروع الدبابات الحديثة. وتزود العربة كذلك بمدفع 30 مليمتراً الأوتوماتيكي المخصص لإصابة القوة البشرية والمدرعات الخفيفة على مدى 4 كيلومترات، كما تم تزويدها برشاش عيار 7.62 مليمتر وأربعة صواريخ أركان التي يمكن إطلاقها من ماسورة المدفع الرئيسي مباشرة. يذكر أن جسم عربة الإنزال القتالية مصنوع من الألمنيوم، أما برجها فصنع من الفولاذ، ما سمح بتخفيف وزن العربة كي يتم إنزالها جواً وتكتسب قدرة على عبور الموانع المائية بصورة مستقلة. بدأت قاعدة جوية أمريكية في فلوريدا باستخدام الكلاب الآلية للقيام بدوريات في أجزاء من القاعدة والتي لا تتطلب وجوداً بشرياً. الكلاب ذات الأربع أرجل المحوسبة شبه مستقلة وتحمل كاميرات لتتبع الأنشطة أمامها وإبلاغ الأشخاص في مقر الأمن بالقاعدة بما يجري. قال الرائد جوردان كريس قائد سرب 325 من قوات الأمن بالقاعدة سيتم استخدام هذه الكلاب الآلية كمضاعف للقوة من أجل تعزيز الوعي بالأوضاع من خلال القيام بدوريات في المناطق غير المخصصة للبشر والمركبات. لا يقصد من هذه الروبوتات أن تحل محل الكلاب العاملة التي يستخدمها الجنود، ولكن كانت هناك شائعات بأن البنتاغون يجري تجارب على كلاب الحرب الآلية أيضاً. سيكون الجنود قادرين على قيادة الكلاب الآلية عبر سماعة رأس الواقع الافتراضي داخل مركز عمليات الدفاع الأساسي، وسيكونون قادرين على رؤية ما يكتشفه الكلب الآلي بالضبط من خلال الكاميرا المحمولة ومنصة الاستشعار، وسيتمكنون أيضاً من إصدار أوامر شفهية إلى شخص أو أكثر من خلال راديو متصل بالكلاب. بعد ما عرضنا مجموعة من أحدث التقنيات العسكرية، خلونا نختم الحلقة بمجموعة من الفيديوهات المنوعة ونبدأ بهذا الفيديو. لجأت بلدة يابانية إلى استخدام الذئاب الروبوتية في محاولة لإخافة الدببة التي أصبحت مصدر إزعاج متزايد الخطورة في الريف، وقال مسؤول المدينة إنه لم تحدث مواجهة مع الدببة منذ استخدام الذئاب الروبوتية. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزة اليابانية أن مشاهدة الدببة في اليابان وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، وهي تحدث في الغالب في المناطق الريفية غرب وشمال اليابان، وتقوم الدببة بمجموعة من الهجمات على البشر، ووقعت العشرات من الهجمات حتى الآن في عام 2020، وأدت 2 منها إلى القتل، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع طارئ الشهر الماضي لمواجهة هذا التهديد. وكانت الذئاب الروبوتية هي الحل لإخافة الدببة، فهذا الروبوت له 4 أرجل وجسم أشعث وعيون حمراء متوهجة، ويبلغ ارتفاع الذئب الروبوتي نحو 1.1 متر، وعندما يقترب حيوان بري مثل الدب فإنه يستشعره بالأشعة تحت الحمراء ويرسل صوتاً عالياً ويحرك رأسه وتومض عيناه بالضوء الأحمر. وننتقل إلى هذه السيارة التي تتحول إلى طائرة في غضون 3 دقائق فقط، قد تطرح للبيع في الأشهر 6 المقبلة. وتعمل السيارة الطائرة بمحرك BMW ويمكنها السفر بسرعة 125 ميلاً في الساعة. صممت السيارة المثيرة للإعجاب من قبل أستاذ سلفاكي عمل على هذا المفهوم على مدى 30 عاماً، ويظهر مقطع فيديو حديث على يوتيوب لبروفيسور ستيفان كلاين وهو يكمل رحلتين على ارتفاع 1500 قدم في بدعته الغريبة، واختبرها في مطار بيشاتني في سلفاكيا،
ويأمل كلاين أن يتمكن من بيع سيارته الطائرة للأثرياء، ويدعي أن لديه بالفعل مشترياً. تبدو هذه السيارة أشبه بالسيارات أكثر من غيرها من العروض التي تشبه الطائرات من دون طيار. وقال أنطون زاجاك الشريك المؤسس للأعمال مع إيركار: ستصل إلى وجهتك دون متاعب ركوبك إلى المطار والمرور عبر الأمن التجاري. يمكنك قيادة سيارتك إيركار إلى ملعب الجولف أو المكتب أو المركز التجاري أو فندقك وتوقفها في مكان عادي لوقوف السيارات. لم تكن هناك أي معلومات عن الأسعار حتى الآن. في معرض دبي للسيارات كشفت شركة يابانية عن أسرع سيارة في العالم، وأوضحت الشركة المصنعة أن السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم البوما كهربائية بالكامل، ويصل سعرها أكثر من 3 مليون دولار. جرى الكشف عن البوما للمرة الأولى كنموذج أولي في عام 2017، لكن النسخة الجاهزة للبيع عرضت بمعرض السيارات في دبي. وتبلغ سرعة السيارة اليابانية الجديدة 400 كيلومتر وكيلومترين في الساعة، وهذا يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم التي يمكنها قانوناً أن تسير في الشوارع، خلافاً للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات. في ختام الحلقة اكتبوا لنا أكثر شيء عجبكم لليوم، طبعاً لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بقناتي، وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.